للتعليق على هذه العقوبات الأخيرة وردود الأفعال عليها، معي في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو أندري مانويلو. مرحبا بك أستاذ أندري. تبادل في العقوبات بين موسكو وواشنطن، بنظرك إلى أي مدى سيتواصل تراشق القوائم إن صح التعبير؟ أعتقد أن هذا هو بداية الحوار بين موسكو وواشنطن، لأن تبادل العقوبات خاصة في الشكل الذي نلحظه اليوم هي إشارات من موسكو وواشنطن. إن موسكو وواشنطن تحاولان إظهار أن الوضع الجاري اليوم في أوكرانيا لا يرضي لا موسكو ولا واشنطن، لأنه من المضحك والمثير للسخرية أن تقييد دخول بعض المسؤولين من البلدين إلى كلا البلدين لا تغير من سياسة الخارجية لحكومتي البلدين. لكن أوباما كان واضحا اليوم، قال إن المزيد من العقوبات في المستقبل سيستهدف الاقتصاد الروسي مباشرة، ألا يقلق ذلك موسكو؟ أعتقد أنه في هذه الحالة موسكو تجهز ردا مماثلا. بالطبع روسيا ستفرض عقوبات مماثلة لتلك على الولايات المتحدة، لأن ذلك غير مجدي ولا يجب انتهاج سبيل الولايات المتحدة في سياستها الخارجية. أعتقد أن هذا ستكون إجراءات واضحة، ستكون موجهة ليس لتقييد حريات حركة شريكها الخارجي التي تعتبر كما تعتبر روسيا بالنسبة للولايات المتحدة، بل ستكون إجراءات تفتح الطريق للحوار ومحاولات إيجاد حلول للوضع الذي تشكل في أوكرانيا. على ذكر الحوار والحلول الدبلوماسية، بالأمس كان هناك اتصال هاتفي أو في الساعات الأخيرة بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو و نظيره أيضا في أوكرانيا. ماذا يحمل هذا الاتصال في طياته؟ هل هو مقتصر على الأوضاع في شبه جزيرة القرم، أم أنه يفتح المجال أمام ربما عودة الحوار وقبول السلطات في روسيا بالسلطة الحاكمة حاليا في كييف؟ أنا على ثقة من أن الحوار سيكون قائما. إضافة على ذلك أقول أن الأزمة الحالية في أوكرانيا يمكن فقط حلها عبر بذل جهود المجتمع الدولي المشتركة، لذلك إن هذه المشكلة لا يمكن حلها في الأروقة الخلفية بل ولا عبر فرض جهة لرؤيتها كما تفعل اليوم الولايات المتحدة، بل عبر عقد مؤتمرات مماثلة لمؤتمر جنيف الذي عقد حول سوريا، الذي يسمح لمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشرط أن تكون هناك حكومة شرعية إضافة إلى المتحدة الأوروبية. هذا الموضوع سأعود إليها على موضوع الملفات الدولية التي تربط روسيا أيضا بالاتحاد الأوروبي وبالولايات المتحدة الأمريكية. لأشرك ضيفي من واشنطن الذي انضم إلينا للتو، المحلل السياسي ومن نيويورك عفوا أحمد فتحي. أستاذ أحمد مرحبا بك على شاشة RT. وفي هذا الحوار أوباما اليوم أقر بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ستضر ليس فقط بروسيا وإنما بالاقتصاد العالمي برمته، ما قيمتها إذن؟ بكل تأكيد عندما يدخل في العقوبات سلسلة العقوبات فرض حظر على أحد البنوك الرئيسية في روسيا وإغلاق حسابات المراسلين له في مختلف البنوك الأوروبية والأمريكية، فهذا يعني أن هذا البنك أصبح قدرته على أداء الأعمال هي تنحصر فقط بالروبل الروسي في داخل روسيا. هي وانا اعتبره يعني في النهايه ايضا اجراء رمزي، ولكن مثل هذه المعايير ستضر بالاقتصاد الروسي كما ستضر بالاقتصاد العالمي. اذا ما قيمتها؟ روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدات تندمج في حركه الاقتصاد العالمي، وهو اصبح اقتصاد عابر للقارات. اذا كانت هذه العقوبات ضاره، اذا كنت تسمعني استاذ احمد، في اساليب المقايده،
أستاذ أحمد فتحي إذا كنت تسمعني، إذا كانت هذه العقوبات ضارة بالاقتصاد العالمي برمته، ما قيمتها إذن؟ هل ستمنع روسيا من المضي قدما فيما أنا استمعت إلى تصريحات أوباما وبعدها في مؤتمر تليفوني مع المسؤولين في البيت الأبيض، وهم قالوا أن العقوبات تم اختيارها بعناية حتى لا تضر الاقتصاد العالمي. هم لم يفرضوا قيود على جميع البنوك الروسية، هم لم يفرضوا قيود على جميع رجال الأعمال في روسيا، ولكنها هي إشارة لتقليل الإضرار بالاقتصاد العالمي. هذا البنك اللي تم فرض العقوبات عليه، حجم الأصول التي يديرها لا تزيد عن 10 مليارات دولار، فهي يعني قيمة متواضعة بالنسبة لميزانيات البنوك طيب العالمية الآن الأخرى. قادة الاتحاد الأوروبي من المنتظر أن يجتمعوا اليوم وغدا لبحث مزيد من العقوبات على الاتحاد الروسي، ما طبيعة هذا المزيد بنظرك في الوقت الذي تحدث فيه أوباما عن استهداف الاقتصاد الروسي مباشرة في العقوبات الجديدة؟ في الوقت الحالي وطبقا للمعلومات المتاحة لي، الاتحاد الأوروبي عقوباته لن تخرج عن العقوبات التي فرضت من قبل الإدارة الأمريكية، هي لن تضيف جديد. ربما الأسبوع القادم عندما يذهب أوباما إلى أوروبا ويلتقي بدول مجموعة السبعة بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي والناتو، ربما يكون هناك كلام آخر. ولكن حتى الآن الاتحاد الأوروبي متوافق مع الإدارة الأمريكية على نفس الخطوة. طيب دكتور أندريا، أعود إليك وإلى النقطة التي أثرتها في ختام حديثك قبل قليل. هناك ملفات دولية تربطها أواصر روسية أمريكية مع الاتحاد الأوروبي أيضا، مثل الملف الإيراني، ملف سوريا وملفات أخرى. ما مصير هذه الملفات في ظل الأزمة الأوكرانية؟ أنا على ثقة من أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستعود لطبيعتها بسرعة، لأن المواجهة الموجودة الآن وكما أن بداية الحرب العودة إلى الحرب الباردة ليست ذات فائدة لا لأوباما وإدارته ولا لروسيا وقيادتها. إضافة إلى ذلك، بجانب مشكلة أوكرانيا والقرم، هناك العديد من المشاكل التي تتطلب المشاركة في حلها، الشرق الأوسط والربيع العربي والمشكلة السورية التي لا يمكن حلها بشكل أحادي الجانب من جانب الولايات المتحدة. لذلك فإن الولايات المتحدة لا يمكنها ألا ترد على الأحداث التي وقعت في القرم ومن جانب روسيا الاتحادية، خاصة لأنها صرحت منذ قبل ذلك بموقف معين تجاه هذه الأمور، وإلا فإن ستفقد هنا هيبتها. لذلك ردت فعلها على هذه المشكلة يمكن تفهمها، ولذلك إدارة أوباما ستبحث عن مخرج من المواجهة ومحاولة لتطبيع العلاقات بعيدا عن المواجهة. لنستمع لرأي ضيفي من نيويورك أحمد فتحي. أستاذ أحمد، كيف بنظرك ستؤثر الأزمة الأوكرانية على الملفات المشتركة؟ بالنسبة للملفات المعلقة بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي، على سبيل المثال الحصر، الملف الإيراني، ليس في مصلحة روسيا أن تترك إيران تقتني سلاحا نووي وهي أقرب إليها من قرب إيران إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بالنسبة للأزمة السورية، أنا أختلف مع ضيفك الكريم أنه يعني الولايات المتحدة والمجتمع الغربي بصفة عامة حاول اتباع أسلوب الحلول السلمية والسياسية في الأزمة السورية، ولكن ما يزال هناك الخيار العسكري الأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة والناتو مطروح على الطاولة ويمكن تفعيله في أي لحظة. هل أنا ولا أتوقع أن تقوم روسيا بالرد عسكريا لو حدث اعتداء على سبيل المثال يعني على سوريا في هذه الحالة؟ فبالتالي أنا أتفق أن الطرفين في حاجة إلى بعضهم البعض، أتفق أن في مصلحة روسيا والاتحاد الأوروبي تحديدا أن يكون بينهم علاقات طبيعية، ولكن إرساء مبدأ أن تتدخل
دولة في إقليم كان يدخل في ناطقها الجغرافية سابقا وتم التنازل عنه مرة أخرى بهذا الأسلوب الناعم، ولا أقول غزو كامل، وأن يتم إرساءها كقاعدة لحماية الأقليات الروسية على ذكر بنفس المنطق. على ذكر شبه جزيرة تستطيع روسيا أن تذهب إلى إسرائيل وتفرض استفتاء نظرا لوجود أقلية روسية موجودة في داخل إسرائيل. اسمح لي على هل تقبل المجتمع الدولي بهذا؟ اسمح لي على المقاطعة. على ذكر شبه جزيرة القرم، هناك دعوات أوكرانية من السلطات الحالية في كييف بأن يتم إعلان هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح من قبل الأمم المتحدة. هل سيكون هذا الأمر واقعيا بنظرك للخروج من هذه الأزمة؟ كيف تستطيع أن تكون منطقة منزوعة السلاح وهي رئة روسيا للأسطول البحري في البحر الأسود؟ هي مخرجها الوحيد للوصول إلى المياه الدافئة ومنها إلى المحيطات حول العالم. هل يمكن أن تكون منزوعة السلاح ويتم نزع سلاح القوات الأوكرانية من قبل الحكومة الروسية، حيث الآن أصبح القرم جزء من روسيا طبقا للقانون الذي أقره الدوما أو صدق عليه مجلس الدوما؟ بالتالي أنا لا أرى إمكانية لتطبيقها، ولكن أنا أتمنى أن يستطيع بان كي مون خلال زيارته الحالية إلى موسكو وغدا في كييف من الوصول إلى مخرج يمكن للطرفين الروسي والأوكراني الجلوس سويا والتفاوض وجها لوجه. هذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة عن طريق المفاوضات السياسية. وصلت فكرتك. ما هي الطرق بنظرك أستاذ أندريه للخروج من الأزمة عن طريق المفاوضات السياسية، وما مستقبل القواعد العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم والقوات الأوكرانية هناك؟ أعتقد أنه في القريب العاجل لابد من وضع خطة وصياغتها بين روسيا وأوكرانيا حول إخراج هذه القوات خارج حدود روسيا الاتحادية، حيث أصبح القرم ومدينة سيفاستوبول أراضي روسية. وبالنسبة للوحدات التي لا زالت موجودة على أرض القرم والتي تعتبر الآن أراضي روسية، ليس أمامها خيارات إلا الخروج من هذه الأرض، وروسيا غير مهتمة ولا معنية بوجود قوات أجنبية على أراضيها. شكرا جزيلا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو أندريه مانويلو، ومن نيويورك الشكر موصول لضيفي المحلل السياسي أحمد فتحي.